مساء الخير. باليوم الثالث العاصفة الرملية اللي بدأت تنحسر شوي شوي ويلي تجاوز عدد المصابين بالاختناق 2000 حالة مع استمرار موجة الحر لآخر الأسبوع تقريباً، وتضرر عدد كبير من المزارعين خصوصاً بالمناطق البقعية والجنوبية مثل مرج عيون، بنت جبيل وسور، حيث يبست المزروعات وتراكمت الغبرة الصفراء على الخضرة والحمضيات والتبغ. وناطرين المزارعين شت الدنيا لتغسل الأرض من الغبرة، ولكن الخوف من انتشار الأمراض بسبب تراكم النفايات على طرقات ومجاري الأنهار. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي حار ورطب ومغبر بسبب العاصفة اللي عم تضرب لبنان، عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي إلى البحر الأبيض المتوسط، والأرجح أنه تنحسر بكرة. الحرارة مرتفعة، رطوبة عالية، البحر معتدل الموج وحرارة 130 درجة. اللي طقسنا بلبنان غائم مع استمرار موجة الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلات السنوية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وتكون ضباب على المرتفعات يلي بتسبب لسوء الرؤية. لبكرة طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هالوقت من السنة، وبدأ انحسار موجة الغبار اعتباراً من بعد الظهر، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وتكون ضباب على المرتفعات. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 30 وبالبقاء 19 على المرتفعات 28 و17 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من نقبية 33، جبل محسن 34، راشانة 35 درجة، رياض الصلح 36، النعمة 35، راس العين 35، دوير 33، ومن بعدها منتقل لعرسال 38 وشويغير 37 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 65 و90%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الريح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، والريح شمالية غربية لشمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 30 وبكرة بين 30 و36 درجة، ونهار السبت تتراوح بين 29 و33 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة بعد العواصم العربية والعالمية. فإذا بغداد 46، دمشق 40، ومن بعدها تونس 31، القاهرة 38، وأخيرا لندن 20 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلا بترككم تتابعوا آخر أخبارنا.